زعيم القارة الأفريقية يكشر عن أنيابه، يمكن يكون ده العنوان الحقيقة اللي بيلخص مواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري ذهابا وإيابا في دور ال 32 في بطولة دوري الأبطال. قلت لحضراتكم إنه الفريق ده، فريق الاتحاد المنستيري، فريق وخصم عنده مستوى محترم وعنده كرة وعنده فريق محترم جدا جدا، وأنتم عارفين طبعا الكرة التونسية عامله ازاي، وخصوصا طبعا انه في السنوات الاخيره دايما كانت الفرقه التونسيه حاضره في مواجهه النادي الاهلي، وبالتالي كانت اصعب واقوى مواجهه في الدور ال 32. فلما يظهر الاهلي في بدايه مشواره بالشكل ده ويحقق النتيجه دي، اعتقد في مكاسب كتير جدا تتخطى فكره بس مجرد التاهل لدور المجموعات، لانه ده الطبيعي. ازاي تحدد المكاسب دي وازاي كمان تبني عليها، وخصوصا طبعا في ظل الكلام الكتير جدا اتقال من قبل بدايه الموسم والمرتبط بالصفقات والمرتبط باسم الجهاز الفني والمرتبط بعقود الرعايه والمرتبط بتيشيرت نادي الاهلي، كلها يعني زوبعه في فنجان زي ما بيقول اتحطت كده في مشوار نادي الاهلي، حتى رغم ان احنا ما بداناش الموسم. خلينا نتكلم اكتر على ماتش امبارح وازاي تبني عليه قبل ما تروح تبتدي مشوار تاني ومختلف في بطوله الدوري امام الاسماعيلي يوم الاربعاء مع نجم نجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير ماهر همام اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن ماهر، وحشتنا وبجد يعني بنسعد دايما بوجودك معانا، والف مبروك طبعا العرض القوي اللي قدمه الاهلي ذهابا وعودا. لا الحمد لله، الف مبروك طبعا للنادي الاهلي كمنظومه، مجلس ادارته، جهازه الفني والاداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي الاهلي العظيمه طبعا اللي بتساند بشكل كبير جدا. عايز اقول لك يا احمد ان المؤسسات الكبيره اللي زي النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق اول حاجه بتستفاد من الاخطاء دي وبتبدا تعالجها بسرعه. نادي القرن، نادي ال 115 سنه بطولات، ده مش كلام بيتقال، لا ده حقيقه. لو احنا قلنا منظومه النادي الاهلي ديت اداريا عايزه تدرس، عايزه حلقات وعايزه كتب وعايزه كشاكيل زي ما بيقولوا عشان نقدر نقول ان المؤسسه دي مؤسسه كبيره، مؤسسه رياضيه على اعلى مستوى. ويمكن التاريخ كمان بيقول احنا بننافس ريال مدريد، يعني حتى المنافسه مش محليه او اسيويه او افريقيه. لا احنا بننافس كمان، يعني في فرق كبيره على مستوى العالم يا كابتن ماهر، وفرق مؤسسات برضو وعندها من الامكانيات وعندها من التاريخ وعندها من البطولات وعندها من الاسماء والكوادر اللي يسمح لها انها تقوم من اي كبوه بسرعه جدا، وده ما بيحصلش. بالظبط، يعني لما اكلم حضرتك على فريق زي مانشستر يونايتد مثلا في فتره من الفترات، فتره اليكس فيركسون مثلا، كان متسيد، كان وحش وبعبع في البطوله الانجليزيه ووحش في بطوله الشامبيونز ليج. فين مانشستر يونايتد من 15 سنه فاتت؟ بتكلم على فريق زي البارسا، ورغم حتى الميركاتو اللي عامله السنه دي، يعني عامل ميركاتو يمكن اقوى ميركاتو على مستوى الكوكب الكره الارضيه كلها، ورغم كده بتستمر معاناته. فبالتالي هي مش فكره بس المدرسه، لكن فكره كمان الايمان او العقيده اللي موجوده عند كل الافراد بقى اللي مرتبطه بالكيان، من اول عامل غرفه الملابس لغايه وصولا لرئيس النادي. زي ما قلت يا احمد، الاشخاص نفسها بل اشتغلت المؤسسه. فاحنا النهارده الحمد لله عندنا يعني كابتن افريقيا وكابتن مصر كابتن محمد الخطيب ربنا يشفيه ويقعد لنا بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله. يعني نضج اداريا بشكل كبير جدا وفنيا طبعا. يعني في تواصل مع كابتن الخطيب يا كابتن ماهر؟ يعني انت عارف برضك حته العلاج بيبقى طبعا يعني الكلام بيبقى قليل قوي، لكن طبعا اهله طبعا هم اللي بيطمنوا عليه بشكل جيد، واحنا بنعرف الاخبار من خلال ان شاء الله خير يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالسلامه. الاخبار كلها اللي جايه الحمد لله. لا الحمد لله 400 الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكمان خبر بقى مكسب مباراتين، خد بالك كمان بيرفع من الروح المعنويه بشكل كبير جدا. الاخبار الجميله دي في الفترة دي طبعا بتروح له بتساعده وتشجعه وتخليه كمان يبقى عنده دوافع ان هو يقدر يعني يدوس على الألم دوت ويرجع لنا بالسلامة ان شاء الله. هو يعني يمكن على مستوى الجمهور، قبل ما اتكلم على مستوى الكورة ولاعيبة وجهاز فني، يعني انا بحس ان الماتشين دول يا كابتن ماهر حولوا الإحساس في الشارع عند الأهلاوية من حالة قلق او من حالة توتر او تخوف لحاله اطمئنان وارتياح. ده واحد من المكاسب بتهالي اللي الشارع الاهلاوي النهارده حاسس بيه بشكل كبير جدا. عارف في ناس خبطت كتير قوي في اللعيبه، خبطت في عناصر كتير من الفريق، نجوم الفريق، وخبطت في اداره النادي الاهلي، يعني تخبيط كان كبير جدا والتشكيك في كل حاجه عملها النادي الاهلي في الصفقات، في اسم برونو سافيو، في اسم شادي، في اسم ميسي، انه مش في عدد الصفقات نفسها، كل دي كانت مطبات من قبل حتى الفرقه ما تظهر. بالظبط يا احمد، زي ما قلت كده هو دي سمه البطل.
تملي البطل يا عيني بيتضغط عليه، تملي البطل اللي الناس عايزه تنول منه، تملي البطل هو اللي محطوط في الصوره، هو اللي بيكسب، هو اللي بيحقق، هو اللي بيرسم الابتسامه على جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه. فاكيد طبعا بيبقى في حته يعني عارف انت، عايز انول منه، عايز اهمده، عايز احاربه في الصفقات. احنا السنه دي كمان شفنا حاجه غريبه جدا، معظم المؤسسات اللي كانت بتخش في الصفقات. طيب خلينا اكلمك على الصفقات ونخش في الكوره، بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ماهر همام. طيب ايه اهم مكاسب الاهلي من المواجهه دي ذهابا وايابا؟ تقييمنا لمستر مارسيل او الاهلي مع مستر مارسيل كولر اللي لسه بقول تجربه طبعا لم تكتمل، لكن الحقيقه فكره ان الراجل يحقق العلامه الكامله، انه يكسب بره ارضه، يكسب هنا، انه يجيب سكور يعني مع فريق قوي او فريق يعني يعتبر من اهم او اقوى الفرق في اللي بتشارك في دور ال 32، انه شباكه ما تستقبلش اهداف، بالتاكيد كلها مكاسب لمستر مارسيل كولر ودفعه معنويه كبيره جدا قبل بدايه المشوار. يعني كنت عايز اتكلم معاك بقى على كوره الاهلي مع مارسيل كولر في الماتشين دول، ازاي شفتها؟ اذا كان في يعني بدايات، مؤشرات، اهم الحاجات الايجابيه اللي شفتها كابتن ماهر في اداء الاهلي على مدار ال 180 دقيقه. بص احمد، الحاجات الايجابيه اللي بصراحه ساعدتنا على الاخراج الجميل دوت، اولا قرار مجلس الاداره بارتاحيه اللعيبه او راحه اللعيبه المصابين والمجاهدين، ده كان قرار حكيم جدا جدا وفي وقت مناسب. صحيح، بدل نحس ان احنا بعيدنا عن الدوري، فايه المانع ان انا اريح اللعيبه؟ فقرار يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ومع المدربين اللي موجودين، يعني ريكاردو وقتها اللي كان موجود، وكان قرار بصراحه فرق معانا بشكل كبير جدا. الراحه دي ريحت اللعيبه، اللي بقى لها 3 سنين داخله بين دوري وكاس وافريقيا وبعدين منتخب وبعدين كاس بطوله عربيه وبعدين بطوله افريقيه وبعدين تصفيه كاس العالم. ايوه، ودخلت لك لعيبه تانية فورمه. بالظبط، يعني دخلت متولي او رجعت متولي، رجعت بعض اللعيبه اللي كانت محتاجه وقت ومحتاجه مباريات. يعني ده قرار كان قرار حكيم جدا فرق معانا بشكل كبير. القرار الثاني الايجابي يا احمد انك انت اخترت مدير فني للمرحله دي. عندك سيفيهات كتيره جدا اتقدمت باسماء وتواريخ والقاب، لكن انت اخترت الراجل المناسب من هذه السيفيهات وهو مستر كولر، 61 سنه، عنده خبرات الدوري النمساوي، منتخب النمسا، دوري الالماني، دوري اشتغل في الدوري الالماني، يعني عنده من الخبرات اللي تساعدك بشكل كبير جدا. ويمكن احنا جربنا مع مستر فايلر وقريب من هذه الشخصيه وهذه النوعيه، وحصل نوع من الارتياح في اختيارنا الراجل ده. الراجل ده برضك من الايجابيات اللي تتحسب له ان اول ما نزل اشتغل الملعب، ارضيه الملعب والاجهزه والمعاونين والتقرير الطبي والتقرير الفني، وعمل ورشه عمل بشكل كبير جدا عشان عارف انه ما عندوش وقت. الراجل عايز يسارع الزمن. رئيس نادي بازل في سويسرا اعتقد في السادسه هنا في انترفيو وكنت بساله، لان انت عارف انه يعني فايلر لما جه مصر هنا ناس كتير قوي انتقدت اداره النادي الاهلي وقال لك ايه سويسرا دي؟ هي سويسرا دول عندهم كوره وبالتالي هتجيب مدرب من سويسرا؟ لكن الراجل لما مشي ساب انطباعات كتيره جدا عند الاعلام وعند الجماهير. يعني كاد يكون في اجماع على انه تجربه فايلر او نوفايلر من التجارب اللي كانت ناجحه جدا مع النادي الاهلي. لما كنت بكلم الراجل على مستر كولر وبقول له انه الاهلي يعني في الفتره الاخيره دي تاني تجربه مع مدير فني سويسري، فالراجل قال لي فيما معناه انه كولر يعتبر استاذ فايلر، يعني كولر يعتبر من المدربين السويسريين بما ان حضرتك بتفكرني بفايلر. يعني فالراجل قال لك لا ده استاذ. وقال لك ميزته كمان عن فايلر انه هادي. فايلر شويه كان عصبي، كان عنيد، لكن كولر اهدى كتير جدا من فايلر. لان السن برضك احمد 61 سنه والتاني كان في الاربعينات. عندي الخبرات هنا اكتر، فلازم يبقى في شيء من الهدوء. الحاجه كمان الايجابيه اللي الراجل اشتغل عليها اليوم الكامل، اللي احنا يمكن طالبنا لو تفتكر يا احمد في كذا حلقه، اليوم الكامل، اليوم الكامل ده استفاد بيه بشكل كبير جدا. اولا اللعيب بقى عنده انضباط في حته انه ينام بدري ويصحى بدري، عنده انضباط في حته التغذيه، عنده انضباط ان هو يحافظ على نفسه بشكل كبير. اليوم الكامل يقدر يصلح فيه الحاجات الدفاعيه، المشاكل الدفاعيه اذا كانت فرديه او جماعيه، يقدر يصلح فيه الحاجات اللي كانت احنا مفتقدينها في المباراه الاخيره وحته ضياع الاهداف بجميع انواعه من العمق من الاطراف. الحاجه الثالثه شخصيه الراجل يا احمد كمان شخصيه قويه،
راجل عنده نوع من الشفافيه والعداله بالنسبه للعيبه، ما عندوش مين اساسي من احتياطي. الراجل قال للعيبه من خلال الاختبارات والمقاييس، من خلال التدريبات المباريات الحبيه، انا هيبقى عندي ثلاث فرق مش فرقه واحده، عندي 11 بيلعبوا وعندي 11 بيكملوا وراهم و11 اخرين ممكن يخشوا ويصنعوا ده الفارق. فالنهارده انت الراجل بيشتغل بعمليه التدوير الاحترافيه اللي هو من خلال استراتيجيته، من خلال شغله، من خلال فكره اللي بيفكر فيه. الحاجه الثانيه الراجل شخصيته وحبه للعيبه، وده الانطباع وصل للعيبه، فاللعيبه بدات تثق في الراجل وبدات تقرب الراجل وبدات تحب الراجل. عايز اقول لك حاجه يا احمد، احنا طول عمرنا ال11 اللي داخل الملعب هم اللي بيحبوا المدير الفني، واللي ما بيلعبش طبعا بيبدا بقى انت عارف بيبقى شايل ومتضايق وقال لك لا انا مش عايز المنظر ده، مش عايز اشوف الشكل ده. كل الناس هتلعب لان عندي اهداف، عندي 5 بطولات هلعب فيها. فمهم جدا ان انا احتاج كل ضفر لعيب منكم وكل لعيب هيبقى ليه دور ودور ايجابي من خلال هذه المهمه. عايز اقول لك ان كل ورشه العمل دي والطبخه دي هو نتاجها وثمارها مباراتين للاتحاد المسيري. ايوه طبعا جابر نادر كانت قلقانه جدا، اولا بدات تطمن على شخصيه الراجل، بدات تطمن على المباراه الحبيه، بدات تطمن على التدريبات اللي كان قافل عليها، ما حدش عارف الراجل ده بيلعب بطريقه ايه، الراجل ده بيفكر في ايه، الراجل ده. فكان في يعني انغلاق كامل والناس قلقانه. لما رحنا بقى في المباراه الاولى مع الاتحاد المسيري في تونس بدات الناس تطمن، جماهير النادي الاهلي بدات تطمن بقى، شافت حركه اللعيبه. مش قصه مكسب بس كابتن ماهر، ده انا عايز اقوله يعني اللي طمن جمهور النادي الاهلي يمكن اكتر من المكسب. وانت كنت لغايه الدقيقه 90 متعادل، ولو كنت رجعت بالتعادل برضو مفيش مشكله، الدنيا كانت هتبقى فيها مشاكل، لانك انت طول المباراه انت الافضل، انت المسيطر، انت المستحوذ، ما بتفقدش الكره بسهوله، بتفقدها بتقدر تستعيدها بسرعه جدا. بالتالي دي برضه واحده من الحاجات اللي حصلها على الفرقه في الماتشين دول، فكره قدره الاهلي على استعاده الكره بمنتهى السرعه. عندي نقطه مرتبطه بالانسجام، يعني في ذات الحاله كنت بقول انه طبعا الاداء اكتر من رائع والنتيجه يعني عظيمه جدا، لكن شايف طبعا انه لا اللعيبه وصلت للتوب فور، لا الراجل قدر يحط فكره او بصماته او يوصل طريقته بنسبه 100%، وحتى لو كان وصلها نظريا لسه عمليا ما اترجمتش في ارض الواقع. شايف ده محتاج قد ايه؟ وخصوصا انك انت يعني بتقفل صفحه افريقيا هنا، هتخش بقى في معجنه الدوري وانت عارف كابتن ماهر. عايز اقول لك حاجه احمد، يعني هو عامه علم التدريب بيقول بعد فتره الاعداد من 4 اسابيع لست اسابيع. تمام. لكن الشغل الاحترافي بقى. ايوه. قيمه الراجل الهيد كوتش القوي اللي هو عنده رؤيه بعيده المدى، بيبان ملامحه وبيبان شخصيته من بدايه اول مباراه. فاحنا زي ما انت ذكرت كده، من اول مباراه بانت الراجل تقارب الخطوط اللي ما كانتش موجوده في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه. انتشار اللاعبين في الملعب، تحس ان لعيبه النادي الاهلي بالطول وبالعرض، انتشار جميل منظم بشكل كبير. بدايه الهجمه هو قال انا بحب العب الكوره اللي فيها تحضير من تحت، بحب العب الكوره الحديثه، الكوره اللي بضغط فيها على الخصم من قدام. فاجئنا ببعض اللعيبه زي متولي من بدايه المباراه، يعني احنا قعدنا نتكلم على التشكيله، قلنا ما حدش قال متولي، قلنا بين ياسر وبين ايمن اشرف وعبد المنعم كاساسي، لكن الراجل بردك عنده فكر، فكر في متولي. ليه فكر في متولي؟ شفت متولي ازاي في الماتشين يا كابتن؟ هاي بصراحه انت كمان متولي من اللعيبه الهاديه جدا العقلانيه، اللعيبه اللي بتبدا الهجمه من تحت في الحاله الهجوميه اللي انت محتاجها بشكل كبير جدا. تعتمد عليه في بناء الهجمه. تعتمد عليه في بناء الهجمه، لان بناء الهجمه بيساعدك بنسبه 75% انك انت تقدر تروح تجيب جول. فمتولي كان مفاجاه بالنسبه لي. الحاجه الثانيه بالنسبه لسافيو في نص الملعب، شفنا الكعوبه البرازيليه والتحضير قبل اللعبه، وراجل شايف مين من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال، البساطه الطوليه، البساطه العرضيه، كمان اندفاعه داخل ال 18، عنده نزعه هجوميه بشكل كبير جدا، وعنده احراز اهداف. يمكن باد لك في الجمله اللي اتعملت في المباراه الاولى، لعبها بدماغه ضربت في البشير حارس مرمى تونس. بمناسبه الاهداف، تعالى نشوف كده اهداف ماتش امبارح، عايز اقف معاها في كذا حاجه ممكن برضو تكون مرتبطه بكلام حضرتك بتقوله دلوقتي. تعالوا نشوف نص ساعه 3 اهداف اللي احرزهم النادي الاهلي امبارح، وليه واقفه شويه بالتفصيل مع كابتن ماهر على هدف احمد عبد القادر. الهدف الاول مش بس مرتبط بمهاره عبد القادر وقدرته على الاختراق، وقدرته كمان ياخد قرار صعب جدا في مكان صعب جدا، بانه
يعني بدل ما يعني انا بشوف ان لو في 10 لعيبه في المكان وصلوا بالكره في المكان ده على حرف ال 6 يارد من هنا، في 9 منهم هيطلعوها لبره يعني هيعملوها لزمايلهم، وفي واحد هيفكر انه يشوط من الزاويه اللي تكاد تكون شبه مستحيله، والواحد ده هو عبد القادر، وطبعا ربنا وفقه جاب جون جميل جدا. طيب شوف يا احمد المهاره بتاعت عبد القادر، لو نلاحظ ان الفرق بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه لعبد القادر فرق كبير قوي. اولا لونج باص جميل جدا جدا جدا، وبعدين الربط استقبال على لولو اللي بين طبعا اللي بين معلول في كيمياء بينهم جدا وبين عبد القادر. وعايز اقول لك شوف معلول استلم وبعدين حطها له في مساحه فاضيه، هي دي حتته بقى، هي دي حتته زي ما انت قلت يا احمد. يعني هو بعد ما فات كان بجسمه من غير ما يلمس الكوره بالظبط، لكن انا عايز اقول لك بقى هو الراجل قال له من ضمن الملاحظات، قعد معاه وقال له قال له خد بالك بقى انت في الماتش الاولاني في حاجات انت بتزود فيها، انا عايزك تقللها، لكن حاسب لك مرونه تكتيكيه داخل ال 18 في واحد ضد واحد ليك انت بتاعتك، انت القرار هيبقى ليك انت. فالنهارده هو بيرد على الراجل زي ما الراجل قال له، هو قرار زي ما فات واحد ضد واحد فات، وبعدين زي ما انت قلت يعني باتقان وبذكاء زاويه صعبه قوي جدا جدا يعني جدا، اي جناح في الحته دي هيتردد انه يخلص. طبعا ده الجون الثاني بتاع ده الجون الثاني برضه جمله تكتيكيه، احنا شفنا من المباراه الاولى ان كورنر الحاجات الثابته بيتعمل فيها تريك، بتعمل فيها جمله تكتيكيه، النهارده غير عملها مره واحده. ليه؟ الكثافه العدديه اللي موجوده داخل ال 18 من اللعيبه اللي بتجيد العاب الهواء تطمنك جدا، فده طبعا حصل في تريك طبعا. يعني انت الثلاث اجوال يا احمد جمل تكتيكيه ما شاء الله بيشتغلوا عليها في التدريبات مع مستر كولر، واللعيبه كمان زي ما قلت لك بتاديها بشكل ايجابي وبثقه كبيره جدا، وواضح انه كمان مدي تكليفات هجوميه لاغلب لعيبه النادي الاهلي. بالظبط. تعالوا نشوف جول عبد القادر كده ونقراه بتمركز خط هجوم النادي الاهلي كله بما فيهم برونو سافيو اللي كمل مع الفرقه. هنا التحرك طبعا، هي الكره تعبت لونج باس على الناحيه الشمال لعلولو، استلمها على الخط وما خدش فيها وقت كتير، هو استلمها وحطها لعبد القادر على طول. نشوف بقى مين اللي مكملين هنا، الانطلاقات اللي من تحت بقى، الكثافه العدديه، الكثافه العدديه اللي رايحه في الاماكن اللي هي ممكن تساعد عبد القادر يقدر يلعبها له عشان يقدر يجيب. عندي اربع لعيبه طالعين مع عبد القادر، ولحظه استلام الكوره على اليمين شريف، وجنب منه برونو سافيو، جنب منه طاهر محمد طاهر، واحمد عبد القادر السلام كوره. هنا الحته اللي بقول لحضراتكم عليها قدامه هنا طاهر وسافيو ومحمد شريف بالزبط. وفي كتير جدا لعيبه تخاف تشوط من حته زي من زاويه زي دي، سبيشال انه الجول كمان واقف صح، واقف قافله الضيقه بالظبط، فالقرار السهل هنا انه يطلعها ينزلها لتحت. وخد بالك احمد ده قانون الجزئيه بتاعت الخط. لو انت رحت للخط يبقى افضل حاجه ليك انك انت تنزلها للراجل اللي جاي، لان انت لو لعبتها بالعرض هتلاقي مدافعين واقفه هتقدر تشتت. لكن لما تنزلها لتحت الراجل راكب الكوره، وهنا برضو المهاجمين تالي كابتن ماهر باحساس الهجمه دي بالزبط. هيسحب يعني هيلاقي المدافعين كلهم رايحين على الجون، هياخدوا خطوه لورا عشان يستقبل واحد رجع بالظبط، وبعدين واحد راح القريبه، وبعدين راح واحد راح الوسطانيه. الانتشار والكثافه العدديه من فكر لعيبه النادي الاهلي ده جمل تكتيكيه الراجل اشتغل عليها واللعيبه بدات تنفذها لان حست بقيمتها. احنا كانت بتفرق معانا في الماتشات اللي قبل كده يا احمد ان احنا الكره لما بتعدي راس الحربه سيد غريب او بتعدي حسام ما بتلاقيش حد. وكنا بنطالب يا جماعه لازم يبقى عندنا عدد وكثافه عدديه داخل ال 18. لحمد فتحي امبارح جايب جونين بالظبط. فالنهارده النهارده الكلام ده كله الراجل بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، واللعيبه بتنفذه زي ما احنا شايفين. ثلاث جمل تكتيكيه من افضل الجمل التكتيكيه اللي الراجل اشتغل عليها خلال الفتره اللي فاتت، واللعيبه نفذتها بنسبه 100%. صحيح. المستوى الفني، المستوى البدني، المستوى المهاري للاهلي وتقييمك ليهم، وخصوصا انه في لعيبه بدأ الموسم، يعني احنا دايما متعود على ان بدايه الموسم ده بتبقى كده ايه سنه بسنه، مفيش حد يعني، لكن احنا الحقيقه في الماتشين دول ظهر عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي، وكاننا في نص السيزون، كاننا بالظبط يعني واصلين للبيك او للقمه. خلينا اتكلم عن ده معاك كابتن ماهر، بس هتسمح لنا نروح لفاصل تاني ونرجع نكمل كلامنا. رغم الفوارق الكبيره جدا في الترتيب الا انها تظل واحده من اهم مباريات قمه في الدوري الانجليزي، الكلام طبعا على مواجهه السيتي مع ليفر، وفي مواجهه خاصه جدا مع البدايات القويه لايرلينج هالاند والمقارنات اللي كانت بتحصل بينه وبين محمد صلاح. هي بالتاكيد مباراه مواجهه صلاح في مواجهه ايرلينج هالاند، صلاح بينجح في تسجيل الهدف الاول لليفربول عشان تبقى النتيجه 1-0
لصالح ليفربول على حساب السيتي. مبروك يعني طبعا بالتالي انه صلاح بعد هاتريك رينجرز اللي جاي يعني اسرع هاتريك جه في تاريخ مسابقات اوروبا كلها، نفسه اتفتحت وان شاء الله يرجع لمستواه ويرجع لسابق عهده يكون على الاقل داخل في السباق على لقب هداف الدوري الانجليزي. شايف فرصه ازاي في مواجهه الغول كابتن ماجد؟ بسميه كابتن ماجد تفوق يعني طبعا التفوق لصلاح باين قوي من الاداء وباين قوي من الانفرادات. يمكن ده الانفراد الاولاني ضاع من صلاح، لكن الانفراد الثاني قدر انه يسجله بشكل جميل. فطبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لصلاح، وصلاح الحمد لله رجع لفورمته، رجع لثقته في التهديف. خد بالك برضه لما تبقى هداف دوري وتبقى نجم البطوله، مش مره كده بالصدفه، ده انت كل طبعًا سنه طبعًا بتاخد لقب الهداف وواحد من افضل المهاجمين في، ويجي لك حد يخطف الاضواء على اي لعيب بتبقى بتمثل ضغط كابتن ماهر. طبعا طبعا طبعا، والاستمراريه كمان انك انت تبقى هداف، ودي حصلت عندنا على فكره، فدي برضك شيء مش طبعًا سهل. طبعا طبعا، فنتمنى بس بالتالي دي حصلت معانا الموسم ده، يعني حسيتها كده في الماتشين الثلاثه او الماتشين، سيبك من الماتشات الوديه، خلينا في كان في الرسمي. بتهيألي برضو واحدة من الحاجات اللي حسنها انه مع وجود جهاز فني جديد، يمكن لو مستر سواريش او من قبله موسيماني كان بيبتدي معانا الموسم ما كانتش تبقى باينة قوي، لانه الراجل عنده قناعات واخد قرارات، عارف مين يراهن ومين ممكن يبقى بره الحسابات، وده واصل للعيبة، فهي الى حد ما الحتة دي متحيدة بالنسبة لهم. لكن لما يبقى عندنا جهاز فني جديد وببتدي الموسم ده وانا في اتنين، واحد في كتفي ده واحد في كتفي ده في نفس المركز، بيتهيالي برضو كل واحد عايز يطلع افضل ما عنده. ولو تفتكر يا احمد هو ده اللي احنا كنا بنطلبه. يعني كنا تملي بنطلب من دكه الاحتياطي إيه لما بيطلب منه ان هو ينزل يكمل مشوار زميله، مش عايز اقول اساسي واحتياطي يعني. فكان مهم جدا ان الراجل اللي نازل ده يصنع لنا الفارق. لان اولا نازل عنده رؤيه، شايف اخذ التعليمات الفنيه من المدير الفني، اذا كان مهاجم فيهمه جدا انه يساعد، مهم جدا انه يجيب يحرز اهداف، اذا كان لعيب نص ملعب فيهمه جدا من التعليمات اللي يقدر يعمل لنا لونج باص، يقدر يعمل لنا يقطع لنا كوره، يقدر يعمل لنا فاول من الفاولات، لو مدافع يقدر يمنع حاجه توصل للشناوي. فدي كلها تعليمات كانت احنا كنا بنطلب من الاحتياطي بالذات الدكه، ان هي اللي يطلب منهم ان ياخد دور اذا كان في الدفاع او نص الملعب او الهجوم، يؤدي بنسبه 100%، لان ده اللي بيفرق مع الفرقه. زي ما انت بتطلب ده من اللعيبه كمان، لازم الجهاز الفني يبقى مجهزه عشان لما يبقى محتاجه بالزبط يلاقيه يعني بالزبط. لكن لما يكون الجهاز الفني لا طبعا يعني بعيد، يعني قتله او ما بيبقى صعب، هيبقى صعب. لكن مع الراجل ده يا احمد خد بالك، الراجل ده ما شاء الله حاطط ايده على كل صغيره وكبيره. والراجل ده بيتعامل بشفافيه وعداله مع اللعيبه، واللعيبه حاسه بالامانه دي. انت بتقولي انت على طول شايف ابتسامه، على الابتسامه اللي موجوده على وجوه اللعيبه. ده بتدل على رساله، بيبعتوا رساله لينا ولجماهيرنا ان احنا مطمنين الراجل ده، مطمنين من ان احنا هنقدر نعمل حاجه. طبعا واحنا كنا بنطالب دور اللعيبه، النهارده اللعيبه شايله مسؤوليه كبيره جدا جدا، وهي ان هي عايزه تعود تاني للانتصارات للبطولات، وتملي البدايه هي اللي بتدي الثقه، اللي بتبعث الثقه لجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري. افضل حاجه في البدايه انها خففت الضغط، لما الاهلاويه بيبقوا مبسوطين اعتقد ده بيخفف اللود على اللعيبه وعلى الفرقه، وبتقدر تلعب باريحيه اكتر، وان شاء الله ده يترجم في الماتشات اللي جايه وخصوصا مباراه الاسماعيلي. طيب عايز اقول لك احمد، بالنسبه للياقه البدنيه احنا كنا بنقلق جدا جدا لما يبقى عندنا فتره اعداد وراحه وبعدين نرجع لدور ال 32 في البطوله الافريقيه. العامل البدني، العامل البدني في علم التدريب يقول لك شوط و10 دقائق تمام، فكنا المدربين يطلبوا مننا الشوط ده لازم تموت نفسك فيه، جيب جول واتنين وتغطي عشان الشوط الثاني هيبقى فيه تراجع، هيبقى فيه تراجع بشكل كبير جدا بالنسبه للياقه البدنيه. الخمس تبديلات يا كابتن ماهر حلوا الحته دي شويه، جدا ده نص فرقه دلوقتي، فبالتالي يعني ما حسسناش بالذات لما الكواليتي بتاع لعيبتك دايما، يعني كنت لما الناس كانت بتتكلم على قصه الميركاتو وكنت وعدتها كده يعني حسبتها بالورقه والقلم، ان الاهلي عنده ثلاث فرق والثلاثه تلعب بيهم في اي بطوله ما تبقاش قلقان، قلت انه معظم فرق الدوري او كل تقريبا فرق الدوري ما عندهاش غير 15 16 لعيب بالظبط، والباقي يعني في فوارق في المستوى. لكن الاهلي ميزته انه كل اللعيبه في كل مركز مستوياتهم قريبه جدا من بعض.
انا سالت الناس اذا سمحت لي كابتن ماهر، حبيت اسمع راي الناس كده على مكاسب الفرقه في الماتشين بتوع الاتحاد المنستيري، فتعال نستعرضهم مع حضرتك ونشوف برضو تعليقك عليهم لو ليك تعليق. ابو مصطفى، عوده اكرم توفيق اكيد طبعا واحده من المكاسب، متفق معاك جدا. عوده اكرم توفيق للفورمه بتاعته، هو لسه الفورمه بتاعت اكرم ما جاتش لكن روحه موجوده بصراحه. ومحمود متولي في مكانه الجديد، مش جديد قوي بيتهيألي، متولي متعود يلعب يعني، ده مكانه بيلعب فيه، لكن هو طبعا بيلعب كمان نص ملعب ارتكاز في اوقات كتيره. كمان في منافسه في الهجوم بين شريف وشادي حسين وحسام حسن، وده كله في صالح الفريق والفريق كله بصفه خاصه. وكمان كولر بيعرف يوظف اللعيبه صح، وبالتوفيق للاهلي في كل المسابقات ان شاء الله. اهلاوي وافتخر، ده ابو مصطفى. محمد السيد، اولا الف مبروك، مبروك لكل الاهلاويه. ثانيا اهم مكسب من وجهه نظري ان كل لعيبه بتدي كل طاقتها عشان عارفين المدرب اللي هيكسل هيركنه، غير الموسم اللي فات كان في لعيبه تعبانه وبتلعب هي هي، دلوقتي كله خايف على مكانه. هي قصه المنافسه اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع كابتن ماهر، وبالتاكيد ان شاء الله تكون فوارق الفوارق. فكره المنافسه دي كمان كابتن ماهر بتخلي كل لعيب يطلع اقصى ما عنده، وبالتالي لما هاني يدوس اكرم هيدوس، كريم هيدوس، فبالتالي كمان اللعيبه نفسها مستواها نفسه بيرتفع. ده محمد السيد. عبد الرحمن جابر، عودة الروح والفوز في تونس والقاهرة وحالة التنافس بين اللاعبين وعودة أكرم توفيق. أبو مهاود تقريبا، أهم شيء ناخد بالنا من الخطورة اللي شفناها من كرات المسيرة. هقف في عقف، أنا اتكلمت في النقطة دي في بداية الحلقة، وهسمع رأي كابتن مار همام في الحتة دي تحديدا في قلب الدفاع، لأنه لو في فريق أقوى شوية هيعمل لنا مشكلة. أنا متفق معاك جدا، وأنا قلت الجزئية دي سببها ايه؟ ممكن يبقى في اوقات كتير جدا نفسي انه المواجهه تقريبا شبه محسومه، فالى حد ما بيبقى فيه مش عايز اقول تهاون، بس يعني بتبقى الامور اتئيز يعني. ناخد احمد رضا سلامه، بيقول عوده الجرينتا اكرم توفيق ذات وضوح في تحسن الفريق وترابط وقرب الخطوط من بعض، والباس الكتير وقله الكرات الطويله العشوائيه اللي كنا بنعاني بسببها الموسمين الماضيين. معاك يا اهلي في اي مكان. رأفت سالم بيقول تألق أكرم وعلوله ورجوع حمدي فتحي للتهديف مكسب مهم قبل أول ماتش في الدوري لرفع المعنويات، وحظ أول ثلاث نقاط أمام الإسماعيلي إن شاء الله. بعد كده عندنا يوحنا بيقول الفوز وحمدي فتحي وهدفين وعبد القادر وطاهر محمد طاهر في الكرات الثابتة وفوز هام والصعود لدوري المجموعات. طاهر يعني طبعا ده اسم نيك نيم، طاهر محمد طاهر اللي بيقدم مستويات الحقيقه. انا اشوف ان طاهر لسه جاي كمان، طاهر عنده ان شاء الله افضل من كده، لكن هو كمجهود وكروح وكبدني بقى روح فانيلا حمراء خلاص، ولا ايه يا كابتن؟ اكتسب حاجات دفاعيه جميله قوي. بس احنا كمان عايزين الشكل الهجومي بقى اللي هو اللي هي دي قيمه طاهر فيها. فالمباراتين دول واضح قوي ان الادوار الدفاعيه المطلوب اللي اتطلب من مستر كولر بيأديها بشكل كبير. عنده ضيع كوره بيرجع وبيحاول ايه ان هو يستحوذ تاني. لكن احنا عايزين الحته بقى في التلت الهجومي كمان اللي هي الحته الهجوميه بقى. طاهر عنده من واحد ضد واحد، عنده من امكانيات، طاهر عنده بجد العاب الهواء، عنده سرعات يقدر يخلق لنا مساحه، بيخش لجوه ويقدر يعمل في الدبل الباص. يعني طاهر عنده من المشويات على فكره، والتصويبات كمان تصويباته جيده بشكل كبير ومتحركه. فده يعني بس يمكن الملحوظه يا احمد اللي احنا بنطلب من طاهر، انك انت طاهر في الشق الهجومي محتاجين بقى نشوف شخصيه طاهر مره تاني ان شاء الله. الكره ما عندها شريف شويه ولا هو مستعجل عليها؟ مستعجل. الاثنين يعني بلغه الكوره كده هو مستعجل في حاجات يا احمد محتاج يقف عليها، بس يقف عليها ويقدر يحطها. هو بيعملها وان تاتش مره واحده، مره واحده صعب قوي. في واحده من اللعبتين الكره نطت قبليه، يعني عملت دروب فضربت في قصبه رجله. الثانيه كان فيها استعجال، كان ممكن الراجل المدافع بعيد عنه كان ممكن يوقفها ويقدر يعني يركنها بشكل جيد. لكن عايز اقول زي ما انت قلت، منافسه شريفه جدا جدا بين اللعيبه في الخط الهجومي بالذات في راس الحربه. الثلاثه عندهم من المميزات راس الحربه اللي هم مختلفين كمان يا كابتن مين. يعني ما تقدرش تقول ان هم نفس التايب، نفس الاسطمبه، لا كل واحد ليه ملكه وليه شخصيه مختلفه طبعًا. حسب بيتهيألي كمان ممكن توظيفهم حسب طبيعه المباراه او طبيعه المنافس. ممكن ماتشات تبقى المناسب ليها حسام، ماتشات تانية الانسب شادي، ماتشات ثالثه المناسب شريف، لان هو مش قطعيه واحده زي لا والراجل بيختار يعني الراجل المناسب في المكان المناسب، الراجل بيختار الراجل بتاع المهمه دي. وبعدين عايز اقول حاجه يا احمد كمان،
احنا شفنا مع كروش لما الشريف لعب جناح وبعدين يبدا يخش راس حربه، ايوه فكان برضك مؤثر بشكل كبير. شادي شفناه في الدوري برضك بيلعب على الطرف وبعدين بيخش راس حربه، فبرضك في اماكن بيقدر يشتغلوا من خلالها كجناح الاثنين دول. عكس حسام، يعني حسام ما تقدرش تطلعه بره، حسام حسن ما تقدرش تطلعه بره، هو استرايكه او راس حربه ايجابي يعني. فدي برضك زي ما انت قلت كل واحد عنده اختلاف في الشكل والمضمون والشخصيه كمان، والمنافسه بقى مهمه زي ما انت قلت يا احمد، المنافسه مهمه جدا. انا عايز العب عشان اجيب اجوال، عشان اقول للراجل انا رقم واحد، وبعدين الراجل التاني لما بيطلب منه ينزل نفس الكلام، لازم بيفرض شخصيته وبيحاول يجيب اجوال. برضك المهاجم لما بيجيب اجوال بتفتح نفسه اكيد طبعا، بياخد ثقه، وبالذات لما يبقى غايب يا كابتن بالظبط، يعني غايب بقى اي مهاجم بيحس انه غايب فترة عن التهديف بيبقى مستعجل قوي على بالزبط. أول جول، والاستعجال ده في أوقات كتير جدا بيخليه يعني معلش يضيع. معلش، لكن جايين بشكل جميل. أولا الحركة باينة قوي، التحركات، الأسيست بشكل كبير، بيروح على الجول. يعني هقول لك حاجة، الشوط الثاني الجملة الجميلة اللي قفشة لما نزل، اللي عملها هاف كروس اللي شادي، اللي عملها بدماغه في المقص، راحت طبعا بشير شالها ازاي، كان عالمي، سبحان الله، كان عالمي يعني لو كان هيبقى جول عالمي، الجول الرابع ده. صحيح، فدي برضك من ضمن الجمل الجميله جدا اللي بيقدروا اللعيبه بيشتغلوا عليها وبتكونوها بشكل جيد. بمناسبه المدافعين والمهاجمين، يعني قبل الموسم ما يبتدي واحنا كنا بنتكلم، وكان يعني نفس الاهلاويه يخلصوا في الاجنبي الخامس، صفقه الخامسه. ضيوفي هنا كابتن ماهر اختلفوا. انا في اول حلقه النهارده هو هعترف على طول، اعترف واقر ان انا قلت انه انا شايف انه دلوقتي مع التجربه انه الاهلي محتاج راس حربه، يعني لو انا صاحب قرار يبقى الاهلي محتاج راس حربه صريح اجنبي. في ناس تانية وانا برضو ما اميل لوجه، احترم وجهه نظر دي جدا، تقول لك لا احنا محتاجين الصفقه دي نجيب فيها جناح شمال. في ناس تانية وفي كباتن كبار يعني قال لك لا الصفقه دي محتاجين فيها مدافع يعوض غياب بدر بانون. كابتن ماهر النهارده بعد ما شاف الاهلي في مباراتين، هل تقدر تحط ايدك على الصفقه دي استغلها افضل استغلال في اي مركز، ولا محتاج تستنى شويه زي ما مستر كولر هيعمل في الفتره اللي جايه تلعب يعني اربع خمس يعني ماتشات انا عايز كمان اقول لك هنمسك وتحدد. الخط الخلفي يعني حتى كمان من ضمن الاخبار اللي اتقالت ان خط الظهر، وانت يمكن انت رديت قلت برضك ممكن تكون النتيجه لما تبقى ايجابيه، ودي مشكله فينا احنا ده خط الظهر دي. طبعا انا ليا ملاحظه يعني هسمع رايك فيها. يعني برضك النتيجه ساعات يحصل نوع من الارتياحيه بالنسبه للاعب المصري، ماتش خلصان فما بتطلعش خلاص انت قتلت المباراه يعني. لكن في حاجات طبعا كانت من الاتحاد المستيري كانت واضحه قوي، كانت جدا ممكن تبقى اجوال، وكانت ممكن تبقى مؤثره. انا ما بقيس بس كابتن ماهر على الاتحاد المستيري، انا بقيس طبعًا ان انا رايح لليفلز بعد كده طبعًا هتبقى طبعًا فيها مهاجمين طبعًا اقوى ومهاجمين اسرع ومهاجمين اخطر، فبالتالي محتاج اقفل طبعًا اي ثغره ممكن مهمه جدا. وعايز اقول لك يا احمد ان المدافع الذكي لحد صفاره الحكم ما يامنش لاي حاجه، يعني المدافع الذكي اللي هو بيفضل يحافظ لحد ما الحكم يصفر ينهي المباراه. احافظ ازاي بقى؟ بالتنظيم الدفاعي، بمعنى انك انت ممكن يبقى في فرود موجود واحد خصم وتلاقي ثلاثه ماسكينه، والثلاثه دول ممكن يعتمدوا على بعض، لا انا عايز واحد يمسك واحد يغطي تمام، والتاني يقدر يطلع مثلا في مكان تاني. فساعات الكثافه العدديه، العدد يعني بيبقى الاربعه المدافعين مع الاثنين بتوع نص الملعب سته موجودين داخل المنطقه، ساعات بيعملوا نوع من التكاتل او يعني يعتمدوا على بعض، ودي تبقى لصالح المهاجم. ممكن مهاجم واحد يضرب السته دول، مظبوط، واخد بالك، بقراره. النمره كله، وان كل واحد معتمد على التاني بقى، بالظبط، يعني انا اعتمد على احمد واحمد اعتمد على ماهر متولي، وانت فجاه الراجل راح من قدامهم تكر على اللعيبه بدماغه لطشه داخل الجول. فنمره واحد لازم، ودي برده دور الشناوي زي الجون بتاع ايفونا كده مثلا، بالظبط، يعني لو تفتكروا اللي هو خد الكره من نص الملعب فضل يجري بيها، وده بيتكع على ده، يخش لا اخش ده حل ده حل لحد ما الراجل راح وصل للجون راح حاططها. طب انا اخد قرار واخش واخلص، والتاني يبقى ورايا بيأمني لو عدى يلاقيني. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي الراجل بتلاحظ كده يا احمد، بيروح مطلع ورقتين ثلاثه معاه ويكتب الملاحظات دي. انا هاجي لك في شخصيته، اكيد انت شفت برضو كوتشنج، بس انا عايز اقفل موضوع الصفقه الاول. يعني هل ده معناه او شايف انه
الصفقه تبقى اكتر يعني احنا يعني مدافع يعني ولا انا عايز اقول هو انا مع الراجل ان هيسيب فتره لسه شويه. اه طبعا وبعدين يبدا يقرر برضك الراجل بيقول لا بس ايه. بس انت شخصيا خدت قرار او عندك قناعه بانه لو صفقه خمسه تكون في يعني انا كنت مثلا يعني طبعا انا عايز بس اعرف كهربا اخباره ايه وجاهزيته ايه، ايوه لان احنا بنتكلم على جناحين كهربا عايز بيت ستاو. من الجاهزيه النهارده بيرسي تاو تمرينه كامله بالظبط. يبقى احنا لو حالته دول بقى ايه؟ لو دول يا خد بالك احمد جم وجهزوا ايوه هيبقى احنا اختيارنا في حته الجناحين صعب صعب. تمام. لو ربنا وفق الثلاثه راس حربه وبداوا ينوروا على الجول بلغه الكوره انا شايف ان هيبقى مش محتاجين راس حربه. ايوه عندنا صانع العاب، عندنا سافيو، وعندنا افشا، وعندنا ميسي الوافد الجديد ايوه موجود. هتبقى الحته اللي ورا الباكين ما شاء الله والبدلاء كمان افضل فمش هتبقى مشكله. هي بس الحته بتاعت قلب الدفاع دي. اربع لا اهداف في مباراتين 180 دقيقه مسجلهم مدافع ولاعب واثنين لاعب خط نص وواحد طبعا احمد عبد القادر، مش بالنسبه لك علامه استفهام شويه؟ لا يعني انا مطمن من الحته دي لان هم بيجيدوا العاب الهوا، يعني هم بيجيدوا حته الـ يعني وجودهم داخل 18 الخصم بيجيدوا الحاجات دي بشكل كبير، يعني اذا كان حمدي فتحي او محمد عبد المنعم يعني مش وليدة اللحظه بالنسبه لهم. لا لا خالص خالص هم ده مش بيجيدوها بالعكس، ده بشكل كبير. يحسب ليهم جدا. واعتقد لكن دي انا بتكلم تعليمات، مفيش حد هيطلع من غير ما يكون واخد لا تعليمات انه بتكلم يكمل. على الثغره اللي ورا بقى، الثغره اللي ورا بقى محتاجه نوع من التريث، نوع من التركيز، نوع من عدم الاندفاع. ساعات محمد عبد المنعم بيندفع في حاجات فيها تهور تقلقني. يعني انا عايز محمد يتعود ان هو لما بيقرب من التلت الدفاعي المهاجم لازم لو انا ما قدرتش اقطع قبله يبقى انا لازم احلق، والتحليق ده يبقى عندي عدد في سر في دماغي 1 2 3 ابدا انقض. اوكي بلاش القرار اللي هو من رقم واحد اللي فيه اندفاع وفيه تاكلين والحاجات اللي تقلقك. فدي برضك مش محمد عبد المنعم بس، يمكن ومعظم الناس اللي بتلعب في قلب الدفاع. النمره 2 لازم يبقى في ثبات في التشكيل في الحته دي بالذات عشان يتجانسوا مع بعض. بمعنى لو انا مثلا النهارده بلعب ايمن اشرف وبيلعب محمد عبد المنعم والكره جت ناحيه ايمن، يبقى ايمن اللي بيشترك ومحمد هو اللي بيعمل العمق يعمل التغطيه تملي كده. انا عبد المنعم اللي بيشترك في الشريحه بتاعتي، ايمن اشرف بيعمل العمق طب والتغطيه. بالمناسبه يعني الاثنين اللي ظهروا في الماتشين عبد المنعم ومتولي، ودول ثنائي بيلعب جنب بعضه لاول مره، يعني ما سبقش ليهم ان هم لعبوا مع بعض قبل كده، فبيبداوا التركيبه دي شايفها ازاي؟ التركيبه انا تركيبه متولي وعبد المنعم، شايف القوه اللي موجوده في عبد المنعم في الانقضاض والاستخلاص والهدوء والتغطيه والميلان من متولي. يعني ممكن زي زمان انا مثلا مصطفى يونس كنت انا اللي بخبط وبعدين بتسقط يروح مصطفى مثلا لمامه او كابتن حسن حمدي. يعني بيبقى واحد اهدى بعقل وتركيز وهدوء، وواحد فيه الشراسه الدفاعيه. فمتولي عنده دي، يعني تملي عبد الله بيشترك يروح متولي عامل العمق والتغطيه بشكل جيد. في كلمة واحدة بقى، اتفضل. مركز، حدد لي مركز من العشر مراكز على حراسة المرمى بره الحسابات، لكن لو بتجيب النهارده محترف أجنبي تراهن عليه في أي مركز في ال ما هو لو قلنا قلب الدفاع يعني أنا شايف إنه قليل قوي على الساحة. تمام، يعني لا من بره، أنا بتكلم على أجنبي. أجنبي وبره نفس الكلام، يعني وبره نفس شفنا الكلام. شفنا ما أنت لازم هتجيب صفقة، شفنا أفريقيا، شفنا مش عايز تجيب صفقة ولا إيه؟ لا يعني ما أنا بقول لك حدبان بقى يا أحمد، حدبان لسه شوية. هل الثغرة الدفاعية دي الراجل هيقدر يعالجها ولا هتاخد لنا وقت؟ لو خدت وقت هيضطر ان هو تمام. اخر حاجه في ماتش المنستيري قبل ما اروح لماتش الاسماعيلي، قرايتك لشخصيه الراجل المدير الفني بتاع النادي الاهلي 90 دقيقه ازاي بيديرهم؟ ازاي بيتعامل مع سيناريو المباراه؟ ازاي بيفكر في تغييراته بره ملعبك وجوه ملعبك؟ ازاي قريت شخصيه كولر في الماتشين دول؟ واحنا زي ما قلنا ان هو كمان هيد كوتش، والهيد كوتش ده تملي بيبقى عنده نضج اكتر من المدرب. هو طبعا الحاجه الجميله ان احنا كلنا راهنا ان ثبات التشكيل دي سمه من سمات المدربين الاجانب. هو بيلعب بفرقه بدا بيها يلعب بيها المباراه الثانيه، يلعب بيها المباراه الثالثه. فاحنا فوجئنا ان هو عمل تغييرتين
غير السوليه بحمدي فتحي، ايوه، وغير شريف بشريف. شادي بشريف. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي هو برضك بيبعتها وبيبعث لنا كده رسائل يعني. للعيبه ان موضوع التدوير ده هيستمر. تمام. ودي حاجه كمان هو برضك الهدف منها ان انا بلعب في 5 بطولات، فانا مش عايز اجهد اللعيبه زي ما حصل في السنوات اللي قبل كده، ويبقى عندي اصابات وعندي اجهاد. فدي ميزه برضك الهيد كوتش اللي بيفكر بشكل ايجابي. انا اكتر حاجه عجبتني، يعني طبعا انا مش هقيم ولا هشوف زي ما حضرتك بتشوف، لكن اكتر حاجه عجبتني ان الراجل كورته هجوميه. وهجوميه، برافو عليك. يعني انا بصراحه فكره انه الاهلي يسجل ويرجع يدافع دي ما كانتش على الاطلاق، يعني حتى لو هكسب بيها الماتش، بس بصراحه ما كان مش شخصيتنا ومش ادائنا ومش بالظبط. لكن الاهلي بيلعب بره، بيهاجم اكتر، استحواذ اكتر، خطوره اكتر، صناعه الفرص، بيلعب جوه بيجيب واحد، بيلعب على التاني، بيجيب التاني، بيلعب على التالت. دي حاجه من الحاجات اللي عجبتني وده بان جدا يا احمد في مستر في كولر. الاجوال اللي احنا جبنا، الجول اللي جبناه هناك، ايوه وبان في ال3 اجوال اللي احنا جبناهم، صحيح، ان النزعه الهجوميه بقت موجوده عند لعيبه غلبه النادي اكتر الاهلي، على اداء والكثافه الاهلي، العدديه اللي صحيح، تطمنك انك انت تقدر تجيب جول، وتغييراته هجوميه، يعني وتغييرات حتى هجوميه. وهو بيلعب برافو هناك عليك. والماتش بيقرب من نهايته، في طبعا مدربين كتير يقول لك تمام صفر صفر بالظبط، ولما ارجع بقى عندي نخلص اللي ده. هتعوض لا ده راجل راح شايل ومنزل بالظبط. 2 مهاجمين، يعني الراجل اعتقد لو كمان يا هيليق على احمد الاهلي. خد بالك، مع التغييرات الهجوميه بيديهم الوقت المناسب اللي اتحرمنا منه قبل ايوه كده، خمس صحيح، دقائق 10 دقائق، فالراجل بيدي الوقت المناسب للاعب على اساس انه يبدا ياخد ثقه ويبدا يخش في الجيم. صحيح فدي برضك من ضمن الحاجات اللي صحيح. بتحصل طيب للراجل قبل بشكل ما كبير. اتكلم على الماتش الاسماعيلي، هتكلم على البطوله السنه دي، وخصوصا انه الميركاتو اللي حصل، سوء الانتقالات اللي حصل ده، يمكن الاقوى على مدار ال10 سنين اللي فاتت. يعني ما شفناش كم التدعيم وكم الصفقات، محترفين اجانب ومحترفين، كنا بنستعرض الجنسيات بتاعت في السادسه، زمايلي عملوا كده احصائيه لطيفه جدا على عدد المحترفين الاجانب في مصر، طبعا عدد كبير جدا، 16 من نيجيريا، 2 من هولندا، 2 من صربيا، مش عارف منين، من غانا، منين من الكاميرون، منين من مغرب، الجزائر، حضور قوي طبعا. وطاغي جدا، غير اللعيبه المصريين طبعا اللي اتحركت من اداء. هل شايف ان الميركاتو اللي حصل ده بدايه ياثر على قوه المنافسه وعلى شكل البطوله وعلى الكره اللي هيقدمها او هتقدمها الفرق اللي بتلعب في بطوله الدوري الموسم اللي جاي، ولا مش الدنيا مش تختلف كتير؟ هيأثر هيأثر بشكل كبير يا احمد. ليه بقى؟ لان هو كمان استقدموا مدربين على اعلى مستوى، يعني برضه في مدربين اشتغلوا جاي. في مصر، فعندهم درايه بشكل كبير جدا على الكره المصريه. الحاجه الثانيه زي ما انت ذكرت كده، اللعيبه ديت، اللعيبه المحترفه دي اكيد برضك بتصنع الفوارق، يعني برضك لعيب محترف جاي عايز يثبت وجوده، عايز محطه بالنسبه له، عايز يتواجد فيها، عنده الاهلي والزمالك، عنده الانديه الكبيره، ممكن يقدر بعد كده يبقى في انتقال للمحطات اللي بالشكل ده. اكيد طبعا كل مدير فني شاف النواقص اللي عنده وبدا طبعا يطعمها بلعيب هو شافه. كل المدربين جم فترات الاعداد كمان، من ضمن الحاجات اللي تحسب ليهم، بداوا فترات الاعداد باستخدام لعيبه هم محتاجينها في خلال يعني النواقص اللي موجوده عندهم من خلال التقييم الفني. عايز اقول لك ان كل مباراه هيبقى فيه صعوبه بشكل كبير جدا في الثلاث نقاط. محدش هيقدر يقول مين يقدر يكسب مين ومين اقوى من مين. انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى هيبقى دوري قوي جدا جدا. ماتش الاسماعيلي شايفه ازاي يا كابتن ماهر؟ السيناريو الافضل من وجهه نظرك، الطلعه الاولى دي بتبقى برضو، يعني برغم ان الاهلي اتعود يقابل الاسماعيلي في اول ماتش بقى لنا اكتر من موسم، بس شايف المباراه ازاي؟ خلاص الملف الافريقي اتقفل، احنا دخلنا في ملف الدوري العام، طبعا البطوله المفضله بالنسبه لنا. بنقابل الاسماعيلي السامبا طبعا، الكره البرازيليه الاسماعيلويه اللي هم بيعشقوها. الاسماعيلي كمان يا احمد السنه دي استقدم او تعاقد مع اكتر من 12 13 لاعب، منهم موجودين في الدوري الممتاز ومنهم من شمال افريقيا او في افريقيا. فانا شايف طول عمرنا ان احنا المنافسه اللي بيننا وبين الاسماعيلي منافسه قويه جدا. انا شايف كمان ريكاردو كان مدير فني موجود عندنا قبل كده في النادي الاهلي، جريدو، اسف جريدو، جريدو. يهمه جدا جديده كمان، ان هو يعني عايز يقول للنادي الاهلي ان انا يعني انا تقيل، ان انا انا تقيل وانا جامد، مدرب كويس وان هو انا يعني مدرب طبعا كويس طبعا، السي في طبعا. بتاعه محترم جدا. فانا شايف ان المباراه هتبقى تكتيكيه من 2 مدربين على اعلى مستوى، جريدو كولر. وكولر. وانا عايز اقول لك ان شاء الله باذن الله
انا مطمن من اداء النادي الاهلي، مطمن من مباراتين ان اللعيبه عندها تشويق بشكل كبير جدا، اللعيبه عندها يعني ثقه ان هم يعوضوا اللي فات ان شاء الله. فانا شايف ان شاء الله والجماهير كمان عندها الجماهير نفس الثقه ان شاء الله، بصراحة كمان بتساند بشكل كبير. فانا شايف ان المباراه دي هتبقى مباراه تكتيكيه بشكل كبير جدا، لكن اللي هينفذ تعليمات المدير الفني، وانا شايف لعبتنا مركزه قوي في تنفيذ تعليمات مستر كولر، ان شاء الله هتكون الغلبه لينا ونقدر نحسم المباراه بشكل جيد. يعني نورت الدنيا كابتن ماهر، ومبروك مره ثانيه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي مع فرقتنا ومع مستر كولر يكون احلى وافضل وممتع لجماهير النادي الاهلي تعويضا عن الموسم اللي فات. بشكر كابتن ماهر همام، شكرا كابتن احمد، نورت الدنيا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. النهارده كان يوم ابو صلاح، وفرحه ابو صلاح النهارده غير. الليفر بيكسب السيتي 1-0 بهدف بتوقيع محمد صلاح، الف مبروك لعشاق ليفر ولجمهور محمد صلاح في كل مكان. بكره ان شاء الله نتقابل حلقه جديده والسادسه، كل التحيه.